هلا نيجي على تحويل من كيلومتر لسنتيمتر، 4 كيلومتر لسنتيمتر. من 4 كيلومتر بدي اوقف انا كيلومتر هون، بدي انزل للسنتيمتر وين؟ هون. طب انا بدي اعرف انا بشو بدي اضرب. بحاول احصر كم صفر خلال هاي المنطقه من كيلومتر لسنتيمتر. تعالوا خلينا نعد مع بعض، كم صفر موجود اذا انا بدي انزل من كيلومتر هاي وقفزه قفزتين ثلاث، بدي اوصل عند السنتيمتر، بدي اجي هون. كم صفر موجود خلال هاي المنطقه كلياتها؟ خلينا نعدهم، 1 2 3 4 5. معناته انا نازل من هون لهون، نازل شو بعمل؟ بضرب. طب انا كم بضرب؟ بنعد 1 2 3 4 5. نيجي جبنا نحل هذا السؤال، 4 ضرب كم صفر حكينا؟ 5. 1 2 3 4 5، وبحط الواحد هون. يلا نيجي نضربهم، الاصفار هذول كلهم بنزلوا 1 2 3 4 5، وأربعة ضرب واحد أي رقم بضربه في واحد شو بيكون؟ الرقم نفسه، 4 ضرب 1 4. هاي كانت أمثلة على طريقة التحويل من وحدات صغيرة، سوري، من وحدات كبيرة لوحدات صغيرة. من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة وأنا نازل، شو بنروح بنعمل؟ بنضرب. من كبيرة لصغيرة أنا واقف فوق بدي أنزل تحت، بس أنزل دائما بضرب. أمثلة على الضرب. هلا نيجي نشوف أمثلة على القسمة، من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة. معناته أنا بدي أطلع طالع من هون لهون. نشوف مثال، 500 سنتيمتر بدي أحولها لمتر، يعني بدي أطلع نروح الدرج من سنتيمتر لمتر. هلا كل هاي الأمثلة رح تنحل على الدرج، معناته شيء أساسي إن نكون حافظين الدرج نعرف نتعامل معه. من سنتيمتر بدي أطلع لمتر، بدي أطلع هلا العكس، بدي أطلع درجتين. من سنتيمتر لمتر طالع درجتين، هاي واحدة تنتين. طب أنا بدي أطلع درجتين، كم صفر هون؟ في 1 2، معناته على إيش بقسم؟ على 100. إذا طالع درجتين على تحويل وحدات قياس الطول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة. كيف بدنا نعمل؟ بالقسمة. أنا بدي أطلع من سنتيمتر بدي أطلع متر، طالع إيش بعمل؟ بقسم. طالع إيش بعمل؟ بقسم. طالع من سنتيمتر لمتر درجتين، طالع إذا طلعت درجتين بقسم على كم؟ على الأعداد المحصورة بيناتهم. طب أنا محصور بيناتهم 10 10 10 ضرب 10 100. طب عشان ما نخربط نعد، كم صفر؟ صفر صفرين، معناته أنا طالع بقسم، بقسم على كم؟ على صفرين. يلا 500 تقسيم 100. هلا بالقسمه شو بنعمل للاصفار؟ بالقسمه الاصفار بتنشطب مع بعض. بالقسمه ايش بنعمل؟ الاصفار بتنشطب مع بعض. وخمسه تقسيم خمسه اي رقم بقسمه، خمسه تقسيم واحد اي رقم بقسمه على واحد، دائما بطلع جوابه نفس الرقم، يعني خمسه تقسيم واحد خمسه. نيجي هون، 4000 متر نحولها لكيلومتر، من متر لكيلومتر طالع، من متر لكيلومتر طالع. طالع ايش اعمل يا حلو؟ طالع اقسم. طالع ايش بنعمل؟ طالع بنقسم. من متر لكيلومتر بنقسم، نقسم على كم؟ نقسم على 1000. من كيلومتر لمتر نقسم على 1000. نيجي هون يا حلوين، يلا يا شطار مع بعض، يلا 4000 بدنا نقسمها على كم؟ بدنا نقسمها على 1000. هلا بالقسمه شو بصير بالاصفار؟ الاصفار كلياتها بتنشطب مع بعض، الصفر مع الصفر راح، وهذا مع هذا باي باي، وهذا مع هذا مع السلامه. شو طلع عندي رقم؟ 4 تقسيم 1 4، ونحط الجواب 4. معناته عشان نكون عارفين انه 4000 متر كم بتساوي بالكيلومتر؟ بتساوي 4 كيلومتر. هذا الهدف من التحويل، عشان اميز ان الوحدات الصغيره استحولها لكبيره كيف كم تطلع قيمتها، واذا كانت صغيره بدي احولها لكبيره كم تطلع قيمتها. هلا 2500 ديسيمتر بدي احولها لمتر، من ديسيمتر لمتر. هلا وين الديسيمتر؟ على الدرج، كل حنا على الدرج. من ديسيمتر لمتر طالع، طالع شو بنعمل؟ نقسم. نقسم على كم؟ الرقم المحصور بين الديسيمتر ومتر، شو الرقم المحصور بيناتهم؟ 10. معناته 10 نقسم هون على 10. يلا مع بعض، 2500 تقسيم 10، الصفر مع الصفر بروحه شو بضل عندي رقم؟ 250 تقسيم 1 250. يلا هون 30 ملليمتر لسنتيمتر،
من مليمتر لسنتيمتر، من مليمتر طالعين طالعين ايش بنعمل؟ نقسم. وش الرقم المحصور بيناتهم؟ 10. معناته شو بدنا نقسم هون على 10؟ 30. 30 تقسيم 10، الصفر مع الصفر بروحه، وثلاث تقسيم واحد كم بتساوي؟ 3. آخر مسألة، 900 سنتيمتر نحولها متر، 900 سنتيمتر نحولها لمتر، طالعين إيش نعمل؟ نقسم. نقسم على كم؟ على الرقم اللي بيناتهم. شو هو الرقم؟ 10. معناته يلا هون 900 تقسيم 10، الصفر مع الصفر بروحه، 90 تقسيم واحد، شو بيطلع جوابها؟ 90. هذا هو شرح الدرس. 10، 30، 30 تقسيم 10، الصفر مع الصفر بروحه، وثلاث تقسيم واحد كم بتساوي؟ 3. آخر مسألة، 900 سنتيمتر نحولها متر، 900 سنتيمتر نحولها لمتر، طالعين إيش نعمل؟ نقسم. نقسم على كم؟ على الرقم اللي بيناتهم. شو هو الرقم؟ 10. معناته يلا هون 900 تقسيم 10، الصفر مع الصفر بروحه، 90 تقسيم واحد، شو بيطلع جوابها؟ 90. هذا هو شرح الدرس. 4 سنتيمتر بدنا نحولها لمليمتر، من روح وين؟ على الدرج. من سنتيمتر بدي انزل المليمتر. طيب هلا انا ما انزل درجه واحده، شوفوا كيف؟ وين انا واقف؟ هيني واقف هون. بدي انزل من سنتيمتر لمليمتر. يلا نشوف يا طلابي مع بعض. من سنتيمتر نازلين للمليمتر، هي اول درجه، هي ثاني درجه. انا نزلت من هون لهون، شو الارقام الموجوده معي هون؟ نازل درجتين، نازل بضرب، بضرب طب بكم؟ انا ما نزل درجه واحده، نزل درجتين. هلا كيف بدي اعرف بضرب في كم؟ طلعوا لي هون 10 ضرب 10، 10 ضرب 10 كم؟ 100. طيب مرة تانية، أنا بدي أنزل درجتين، إذا نزلت درجتين بضرب في 100، إذا نزلت درجة بضرب في 10، نزل درجتين بضرب في 100. هلا حسب عدد الأصفار الموجودة بيناتهم، يعني من سنتيمتر لمليمتر أنا كم صفر عدوا معي؟ كم صفر موجود؟ 1 2. ومين اللي لها صفرين؟ 100. يعني نيجي هون لما بدي أحلها، 4 ضرب 100 مثل ما نعرف الأصفار هدول بنزلوا بالجواب، وأربعة ضرب واحد 4، فأربعة سنتيمتر كم بتساوي بالمليمتر؟ 400 مليمتر. ممتاز. هلا من متر لمليمتر، من متر لمليمتر، نيجي هون متر وينها؟ هيها. مليمتر وينها؟ هيها. أنا بدي أنزل من متر لمليمتر. طيب نعيد كم قفزة ننزل؟ واحدة، 2، هاي 3 قفزات. طيب بين مليمتر والمليمتر، بين المتر والمليمتر كم عشرة فيه؟ 10. يعني طلعوا هاي قفزة، قفزتين، هاي 3 قفزات بين المتر والمليمتر. طيب بين المتر والمليمتر كم عشرة فيه؟ 10 ضرب 10 100. طب 100 ضرب 10 1000. طيب كمان مرة تانية، إذا ما بدنا نضرب، بدنا نعرف شو بدنا نضرب بين المتر والمليمتر، بنعد كم صفر موجود محصور بيناتهم. 1 2 3، 1 2 3 معناته كم؟ مين لها 3 أصفار؟ الألف. معناته شو نيجي هون؟ نحكي 2 ضرب 1000، الأصفار بنزلوا بالجواب، واثنين ضرب واحد 2. شو بتطلع 2 مليمتر كم؟ 2 متر كم بتساوي بالمليمتر؟ بتطلع 2000 مليمتر. طيب نيجي